عنده اللي تمنيته، لحوم أسماك وخضار دلوقتي لقيته، لحم الدجاج وكمان حبش ومجمدات، الإبراهيمي أسماكه هات من هات. الإبراهيمي في دور شيويكي، اللحم عنده ليا وليكي. الإبراهيمي للحوم والأسماك، لدينا أيضا لحم الأجل والخروف، البيع جملة ومفرق، وكيل ومستورد العديد من المنتجات الغذائية لكبرى الشركات العالمية، الدوام من 8 صباحا وحتى 10 ليلا. الإبراهيمي للحوم والأسماك، طول كرم دوار شويكة، تليفون 0926 800 703. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم ومشاهدين دائما شاشة الفجر الجديد، نتواصل معكم في هذه الأجواء الرائعة جدا بصحبة الإبراهيم للحوم والأسماك الطازجة يوميا. لا تنسوا مفاجآت الإبراهيمي الدائمة، بالإضافة إلى شيء جديد مع الإبراهيمي دوار شويكي، كمان عنده خرفان محشي بتشهي، اللي بده خرفان محشية بتشهي. طيب تابعونا مع أمسيات مع الإبراهيمي للحوم الأسماك الطازجة مع براء عمر على الجلاد ومنتصر العناني، ونتواصل معكم. تعال يلا، مساء الخير. مساء الخير. بس وجهك على الكاميرا. وجهك على الكاميرا. شو يا حبيبي لك، شايفني هيك؟ طيب أول شيء عرفنا اسمك. حسن غنام. حسن غنام من وين حسن؟ من نور شمس. من نور شمس. حسن غنام من نور شمس. سمعت في الإبراهيمي للحوم الأسماك؟ نعم. دوار شويكي عنده مفاجآت قادمة من الإبراهيمي للحوم الأسماك الطازجة. طيب اختار سؤالك، يلا شوف 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 شوف، بس طلعوش كلها هيك، يلا. طيب السؤال بيقول، صالح بربيع اسكت أحسن. طيب لقب ملك الروم، شو لقبه؟ شو بلقبوه؟ ملك الروم؟ قيصر. راحت عليك، يلا عشان يقول قيصر من بعيد. خليك غير السؤال. لا ما بعطيه. لا 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 لا، اللي بده يجي تفضل عندي جاوب. خليك لا يجي عندي. طيب خمسة قالوا قيصر، شو نعمل؟ بصيرش. طيب اللي بده يجاوب عندي، غير هيك لا. يلا كمان سؤال اختار. راحت عليك زي ما يقولوها. يا وردي يا أمير، السؤال بيقول ما هو الذي إذا رأيته لم تلبسه وإذا لم تراه لبسك؟ أنا بقول سهل جدا يا سلام. اللي بيحكي من بعيد راحت عليه. طيب شو تعال تعال يا أبو السود. الكفن. تعالوا الكفن. الكفن احنا ان شاء الله بيبعدنا عنه بدري علينا لسه. آمين يا رب. آمين يا رب. شو اسمك قلت لي؟ أيمن معروف. هاي بطاقة بتروح عند الإبراهيم للحوم دوار شويكة، وبعطيك جائزتك. شو تقول له؟ كل عام وانت بخير، وان شاء الله مزيدا من الشغل ان شاء الله بيجي بخير يا رب. الإبراهيمي للحوم والأسماك، طول كرم دوار شويكة. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع براء عمر على الجلاد ومنتصر العنان في هذه الأمسية الرمضانية بصحبة مين؟ الإبراهيمي للحوم والأسماك الطازجة دوار شويكة. لا تنسوا الخرفان المحشية مع العيد. مساء الخير. مساء الورد. تعرفنا على حالك؟ حسن حمدان من طول كرم. حسن حمدان، كيف أجواء رمضان شايف لي؟ الحمد لله تمام. سمعت الإبراهيم للحوم والأسماك الطازجة؟ أكيد. دوار شويكي طبعا في عنده خرفان محشية جديدة هذه طازة يوميا. طيب يا حسن اختار سؤالك أنت، اختار من هون أطول بس هيك طرف الجسم. أيوة خلص أنا بكمل الباقي. طيب السؤال يا حسن بيقول، عشان تربح جائزة من الإبراهيمي، السؤال بيقول اسم الكتاب الذي ألفه ابن سينا في الطب، مشهور الكتاب إن شاء الله ما تعرفه، مشهور الكتاب، إلك جائزة من الإبراهيمي. اسم الكتاب مشهور لابن سينا ايش؟ لحظة شوي، اذا ما جاوبش بنجي لك كمان مرة. اسم الكتاب الذي ألفه ابن سينا في الطب. ابن سينا اول كتاب ألفه معروف، مشهور الكتاب، الكتاب مشهور. شو يا حسن؟ والله مش عارف. ايش؟ لا غلط، مش عارف والله. حسن خليني اتكلم لزميلك. كل عام وانت بخير. طيب تعالوا نسمع هون. قانون. تعالي هون. قانون. شو اسم الكتاب اللي ألفه؟ قانون في الطب. القانون في الطب هو الإجابة الصحيحة. إلك جائزة من مين؟ من الإبراهيمي. لمين؟ للحوم الأسماك الطازجة. شو بتقول له؟
كل عام وانتم بخير وربنا يديم المحبه بين الناس ورمضان كريم. والله اكرم رمضان كريم وكل عام وانت بخير. مبروك عليك. تابعونا اعزائي المشاهدين في هذه الامسيه الرمضانيه بصحبه مين؟ مساء الخير. بصحبه مين؟ مع مين احنا؟ رامي. رامي وما احنا مع الابراهيم اللي لحوم الاسماك الطازجه. من وين انت يا رامي؟ من كلنسوي. من كلنسوي يا عيني، اهلا وسهلا فينا بالداخل الفلسطيني كلنسوي. طبعا احنا ما بنقولش عنه الداخل الفلسطيني، احنا بنقول فلسطين. فيش اسمه طيب فلسطين، فيش اسمه الداخل الفلسطيني. طيب رامي، كيف اجواء رمضان عندنا؟ الحمد لله صدر ماشي الحال. تعالوا هنا عشان السيارات بدناش نسكر السير. رامي، اجواء كلنسوي، اجواء طول كرم كيف؟ تعال تجنن. تعال خذ بدك حبيبي، تعال شاركني اماني. كيف اجواء طول كرم شايف لي اياها؟ مليحه. عالميه. عالميه حلوه يا عالميه. طيب طلع على الكاميرا هناك عشان تشوف صورتك على التلفزيون وشج. لا لا لا، ما هو عشان التلفزيون. طيب رامي، اسحب اي سؤال من هنا، بس اسحب اي واحد. انا اسحب عن غيب. اسحب انت ونصيبك. يلا يا سلام. سؤال سهل، من هو الذي ينام بحذائه؟ انا بقول لك. بحكي مع زلمي طويل عريض. استنى شوي. من هو الذي ينام بحذائه؟ الحمار. لا مين قولي بكل الحمار. انا بقول لك لا، في تاني زيه اكبر شوي واحلى. في احلى شو اسمه؟ الحصان. الحصان. من هو الذي ينام بحذائه؟ هو الحصان. اجابه صحيحه. رامي من كلنسوي، هاي جائزه بتروح تسلمها من عند الابراهيم للحوم الاسماك الطازجه دوار شويكه. الف مبروك. شو بتقول له؟ كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا لك من كلنسوي، من طول كرم لكلنسوي والطيري والطيبه واهلنا في الداخل الفلسطيني فلسطين دائما. اعزائي المشاهدين تابعونا في هذه الامسيه الرمضانيه بصحبه الابراهيم للحوم والاسماك الطازجه. الابراهيمي للحوم والاسماك، طول كرم دوار شويكه. نتواصل معكم اعزائي المشاهدين مع الابراهيم للحوم والاسماك الطازجه دوار شويكه. لا تنسوا مفاجات الابراهيم القادمه بالاضافه الى خرفان طازجه يوميا محشيه. نيالكم مساء الخير. حياك الله. تعرفنا على حالك. رائد شريم من كلكيليا. رائد شريم من كلكيليا، اهلا وسهلا فيك يا رائد. رائد بتجاوب على سؤال بتاخذ جائزه من الابراهيمي للحوم دوار شويكي. رائد من كلكيليا. طيب رائد، مر حكينا هذا السؤال قبل يومين ثلاثه ما حدش عرفه، بس بجوز تعرفون. في عندك اسم حواليك بتعرفه اسمه رشا؟ اسم بنت. نعم. ما معنى اسم رشا؟ يلا، ما معنى اسم رشا واربح جائزة من الإبراهيمي؟ سؤال يعني الناس بنقول رشا يعني شو معنى؟ بالإنجليزي بالعربي؟ لا بالعربي، احنا معناه بالعربي، احنا الإنجليز بنكرههم على المسبحة وسبب بلاوين الإنجليز. رشا روسيا أظن. لا لا، ما معنى الاسم رشا؟ ما معنى اسمه؟ والله ما عندي فكرة. ما عندك فكرة؟ طيب خلونا تعال نشوف. تعال يلا تعال شوي حبيبي، شوي صغير. طيب مساء الخير. مساء النور. هلا كيفك يا صالح؟ تمام الحمد لله. سمعت الاسم ما معنى اسم رشا؟ ايوه. شو معنى اسم رشا؟ مر عليك؟ ممكن الرشو يعني رشا؟ لا 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 لا، مش رشوي. فراشه. فراشه. ايش؟ تعال تعال تعال. الغزال. الغزال. تعال هون. بنت الغزال ولا بنت الغزال؟ بنت الغزال. شو اسمك؟ محمد نباني. محمد نباني. نباني. صالح سمعت شو معنى اسم رشا؟ ابنة الغزال او بنت الغزال. اجابة صحيحة. طيب اجابة صحيحة، هاي بكلمة 50 شيكل من الابراهيم للحوم الطازج دوار شويكي. مبروك عليك. شو بتقول له؟ بارك فيك. شكرا له. خسرت شيء ولا ربحت؟ ربحنا. ربحت. مبروك عليك. اعزائي المشاهدين نكون بهذه الامسية مع اسم رشا اللي معناه ابنة الغزال، اجابة صحيحة. نكون قد استنى الستار على اللوحة من لوحات الابراهيم للحوم الاسماك الطازجة. لا تنسوا العنوان دوار شويكي، لا تنسوا مفاجأة الابراهيم القادمة، خرفان محشية مع العيد، الكل بجهز للعيد. صحتين وعافية من الإبراهيمي للحوم الأسماك، ونلقاكم غدا إن شاء الله في أمسية أخرى رمضانية بصحبة الإبراهيمي للحوم الطازجة. هذه تحيات براء عمر على جلاد ومنتصر العنان. إلى اللقاء. الإبراهيمي في عنده اللي تمنيته، لحوم أسماك وخضار دلوقتي لقيته، لحم الدجاج وكمان حبش ومجمدات. الإبراهيمي أسناكم هات من هات. الإبراهيمي في دور شويكي، اللحمة عنده.
الإبراهيمي للحوم والأسماك، لدينا أيضا لحم الأجل والخروف، البيع جملة ومفرق، وكيل ومستورد العديد من المنتجات الغذائية لكبرى الشركات العالمية. الدوام من 8 صباحا وحتى 10 ليلا. الإبراهيمي للحوم والأسماك، طول كرم، دوار شويكة، تليفون 0926 800 7300.